مشاهدينا اهلا بكم، كيف الحال؟ في هذه الايام هذه تنتكلموا على المراه، وحنا يعني كنقتربوا من 8 مارس، فهي فرصه باش نعاودوا نتكلموا على الحقوق، اعاده النظر في واحد المجموعه ديال الاشياء، منها الصور النمطيه حول الاجناس اللي كتشكل بعض المرات عائق على المراه في المسيره المهنيه ديالها، واللي كيسموها الاخصائيين ستيريوتيب دو جونغ. غادي نشوفوا شنو هو التاثير ديالهم على المسار المهني للنساء. داوني الدريه تزيدوني على اساس صحاباتي هما اللي داوني لهذا الشيء. ودابا يلا لا تضري ليا بالحاله وديري الفلوس. اصدقاء السوء يحاولوا ما امكن انهم يوجهوها لما هو سلبي في حياتها. الله يهديك الله يهديك. مش انا ولدتك؟ شتت عائله، شتت بنت. فاك سمح فاك، وانا بغيتيني نشدك. لا شاف، حنا ما عندناش علاقه بهذا الشيء. الله يرحمك والدي يجيب لي امي. ماما كنطلب منك السماحه، تسمحي لي بزاف ماما، الله يسهل عليك وسمحي لي وبنتي حتى هي تسمع لي. صباح الخير سناء سقاب. صباح النور عزيزه. حنا قربنا من 8 مارس، كنعرفوا ان في هذه الفتره كاين بزاف ديال التظاهرات اللي كدار حول المراه، منها اللي مزيان واللي داخل في السياق ديال يعني هذه المناسبه، غادي نقول بين قوسين، للتذكير بالحقوق وواحد المجموعه ديال الاشياء، ونشوفوا فين وصلنا. وتبارك الله البلد ديالنا من الدول اللي كدير خطوات كبيره في هذا المجال لضمان المراه الحقوق ديالها، ولكن كاين دي شوز اكوتي اللي شي شويه ماشي هما هذوك. غير هاد منين تنتكلموا على صور نمطيه للاجناس، راه ما تنتكلموش على المغرب بوحدو، تنتكلموا حتى على الدول المتقدمه اللي كنلقاو فيها هذه المساله هذه، وكنلقاو بانه هاد لي ستيريوتيب دو جون عندهم واحد تاثير كبير على النفسيه ديال المراه. ملي كنا كنهضروا قلتي لي راه ماشي غير على النفسيه، على المسار المهني، هي كتبدا بالنفسيه. ملي كنقتنعوا بواحد الفكره بان هناك دنيا، بان هناك عدم القدره على المسايره، بانه البيت والاولاد وهذا غتشكل واحد العائق في التطور، النتيجه كنلقاو نساء تيشتغلوا بزاف بطبيعه الحال، ولكن ما كنلقاوش نساء في دي بوست دو ديسيزيون، ما كنلقاوش نساء في يعني في مناصب هكذا كبرى، ما تلقاوش نساء. شحال عندنا ديال لي بي دي جي في المغرب؟ واقيلا 1% ولا شي حاجه. شحال كنلقاو في لي كونسي دادمينستراسيون ديال النساء مثلا؟ شحال كنلقاو ملي كنشوفوا الحكومه مثلا العدد ديال النساء اللي مكونين منها؟ الهدف ماشي هو فقط لا باريتي او لا داك المناصفه فقط من اجل المناصفه، انما فتح المجال سواء للنساء او للرجال، فتح المجال للكفاءه ياك، وما تكونش هاد الصور نمطيه تتشكل عائق باش ان المراه رغم الكفاءه الكبيره ديالها انها توصل يعني للاهداف اللي بغات او للمناصب الكبرى. الوغ هاد لي ستيريوتيب دو جونغ في المجال العملي اليومي، يعني كيفاش نتوما كتسيروها في يعني كمتخصصين في الموارد البشريه؟ هاد لي ستيريوتيب دو جونغ عندهم علاقه مع جوج ديال الاسباب. كاين سبب اللي عنده علاقه مع التفكير، مع المايند سيت، مع الافكار ديالنا، مع لا بيرسيبسيون ديالنا للمراه والقدرات ديال المراه، واللي جات من الثقافه ديالنا والمجتمع. وما نحيدوش المسؤوليه على المراه والمايند سيت حتى هو ديال المراه والثقافه ديال المراه. داكوغ. وعنده علاقه مع مسيرات اللي كاينين في الشركات اللي هما اليوم كنلمسوهم عن طريق الاجور اللي كتعطى الرجال، ماشي الاجور اللي كتعطي العيالات، مالغري انهم يقدروا يكونوا في لو ميم بوست. المجالات اللي كتدخل لهم الرجال محلولين كاع المجالات، وكاين مجالات اللي محبوسين على المراه، مع انها كاينين بعض المجالات اللي كنلقاو فيهم بون مثلا بون دابا دو بلوز اون بلوس كنلقاهم ناقصين، لان ملي كنشوفوا المجال ديال التكنولوجيا كتلقى بان العامل سيدير رجالي في اكثر من العمال النسويين. ولكن في العالم كله سناء النسبه، لو باش نعطيك، انا كنت كنتذكر واحد لو شيفر، 30% ديال النساء اللي كيمشيو للجؤوا فقط، يعني با بلوس اللي كيمشيو لمجال مجالات التكنولوجيا. هذا عزيزه ما عندوش علاقه غير مع التشغيل، راه عنده علاقه مع التفكير. انني ندير ديجا هاد لا فورماسيون دابا ملي كنمشيو للزونيفرسيتي، راه كنولينا كنوصلوا لديك 50% 50% ما بين الاولاد والبنات، ولكن راه اليوم لي ريبيركسيون ديال هاد 50% 50% راه من دابا واحد 50 عادي غادي يبانوا لينا في سوق العمل. وباش يبانوا لينا في سوق العمل، خص المراه ما توصل لسوق العمل تعطى لها نفس الفرصه. دائما هاد المجالات هادو اللي كنعتبروهم حنا مجالات اللي هي رجاليه، المراه خصها دير واحد المجهود كبير باش تقدر تفرض الوجود ديالها فيهم، مع انها يمكن لها تاخذ هذا لو بوست بواحد الطريقه اللي هي مرنه وسهله، لانها تلقات نفس
لا فورماسيون عندها نفس الدبلوم، دارت اكتسبت نفس المهارات. علاش؟ لان دائما كنعتبروا بان، وهذا عنده علاقه مع المايند، بان الراجل غنعولوا عليه اكثر، الراجل غيكون بلو ديسپونبل. لان المراه دو توت فاسون واخا كتدخل الشركه كتدخل ما مجوجاش، راه واحد الوقت دابا عامين غادي تجوج ومن بعد غادي تولد، وملي غادي تولد غادي يولي عندها واحد واحد التوازن غادا تقلب عليه ما بين الحياه العمليه وما بين الحياه الشخصيه ديالها، وهي فراسها كيدخل لها في الاعتقاد ديال هذه المسائل هذه. لان شحال من مراه كتلقاها هي بلوكي راسها، سكون ابل لو سيندروم د لامبوستور، كتقول مع راسها بانني واش انا مي غيعطيوني هذا البوست ديال الراجل، زعما غادي نكون حتى انا بحاله، واش انا غادي نقدر نهضر بحاله. اخر ديرنييرمون كنت كنهضر مع واحد السيده اللي هي مسؤوله كبيره في واحد الشركه كبيره، راني راه الفي بارتي دو لا كريم دو لونتربريز، قالت لي تو سي المشكل اللي عندي اليوم تنشوف راسي انا مي كنكون في اجتماع كنلقى بان الرجال اللي كاينين في ديك الاجتماع كيقولوا لك داكشي اللي بغاو بواحد الطريقه اللي هي سلسه وسهله وصافير، ملي ان داكشي اللي تيقولوا ماشي شي حاجه ديكستراوردينير. وانا كتكون عندي واحد الفكره، وماشي غير انا، قالت لي حتى الزميلات ديالي كتكون عندنا واحد الفكره خصنا نفكروا فيها بزاف. من نظرك عزيزه علاش؟ سي فغي، دابا انت كتهضري وانا تنفكر، تخيلت راسي في بلاصه السيده هادو تنقول شنو هي الافكار اللي ما غاديش نقدر نقول وانا مثلا في اجتماع ولا بعد المرات انا دو مال ايماجيني. علاش مثلا غتلقاي حتى السيدات اللي كيشتغلوا، انا جوستمون بغيتك توضحي اكثر الفكره للناس، السيدات اللي مثلا كيشتغلوا، الناس اللي عندهم دو بيل كارير مثلا، ولا تتقول لك انا ما تنحسش بهذه المساله، انا كنشتغل زعما عادي ما كنلقاش فرق بيني وبين راجل، ولكن راه كاين كيفاش تظني عزيزه بان هذه السيده هذه المشكل في لافيرونمون اللي خدامه فيه ولا المشكل فيها هي؟ كنظن هي تري بيان، حيت لا ريبونس قلتيها ملي قلتي علاش كنشوفوا عيالات واصلين، حيت هذوك العيالات ما كيفكروش في لافيرونمون وشكون انا، واش بنت ولا امراه، ما عندهاش هذه الفكره اصلا في راسها. داكشي علاش قلت لك هاد لي ستيريوتيب راه كاينين ديجا. الغلط الاول انا تنظن بان كاين اوسي عند المراه عندها واحد المسؤوليه انها في المقارنه. انا جو سوي توت افي داكور افيك هذه المساله، دائما تنقولوها لان من منطلق ذاتي باش غادي نقدروا نحيدوا واحد الفكره والهدف مثلا النضال لاجل الحقوق الى غير ذلك، ونوصلوا اننا ما نبقاوش نفرقوا بين المراه وبين الراجل. هذه عندها علاقه مع ثقه في نفسي، يعني فوالا ما نبقاوش حنا الدهر كله وحنا كندابزوا على حقوق المراه باش نبقاو في هذه الصور النمطيه. معلوم. يعني اللي عنده شي كفاءه غادي يقضي. معلوم. الاساسي هو ان المجتمع يتقدم. ملي كيتعطى عزيزه واحد المنصب ديال المسؤوليه لواحد السيده اللي كان فيها هذا المنصب، نفس المنصب كان فيه راجل، وهادشي كنهضر معاك عنده علاقه مع لو تيغان سكو جو في. انا شنو كنعيش كل نهار ملي كتشوف هاد السيده هذه كتشوف بانها عرفتي دايره في الجهد جهدين والي الفو سو ديباسي لواحد لو بوان انكرويابل، وغتعطي نفس بوست الراجل غادي يخدم خدمته بطريقه اللي هي عاديه، حيت ما محتاجش انه يبرر وجوده. تمام. ماشي يبرر، اسمح لي الكلمه، ماشي هادي لا انا دابا با بوزوان دو كونفيرمي ولا التيرم هو هذاك، يعني كيبرر تواجده في واحد المنصب ولا لا. هي تعطالها كتقول ما عنديش الحق في الغلط، حيت انا امراه اون بلوس دو سا غيقولوا بانني ما قدرتش حيت عندي واحد الكفاءه ناقصه ولا عندي واحد المسؤوليه ما كنعطيش نفس. انا السؤال اللي كيتطرح سناء وهذا هذيك question غادي نقول بريسك اكزيستانسييل، وهذه المساله كنسمعوها يعني تقريبا كل سنه، هذا بحال لو سيندروم دو لامبوستور، واش انا لحيت هذا وخصني نبرر اتسيتيرا. واش المشكل غير هو المجتمع وكيفاش كبرنا فيه وكيفاش تربينا والنظره للمراه وهذا الرؤى ديال لو جونغ، او لا في تكوين المراه؟ لان بعض المرات تنصدموا نظره بزاف. شي دابا في هذا المثال اللي عطينا، هاد السيده هادي ايفيكتيفمون خصها تخدم على راسها وتخدم على لافيرماسيون دو سوا ديالها، وتعرف بان راه عندها واحد البلاصه في ديك البلاصه، مادام عيطوا لك في ذاك الاجتماع الا وراه المكان ديالك تما، والا ويمكن لك تفرضي راسك. هادي من ناحيه خصها تخدم على راسها، وحتى لافيرونمون اللي هي خصها تخدم فيه خصو يشجعها. اليوم كاين تدابير اللي خداتها الدوله واللي خداتها بعض الشركات الكبرى والابناك، اللي تيقول لك من دابا ان شاء الله واحد خمس سنين خص يكون عندنا ان تو دو فيمينيتي في قلب لونتربريز دو طون، وهما غاديين ان كوتا. اليوم كنهضروا على هاد الكوتا، غير المشكله ديال هاد الكوتا حتى الفكره تاع الكوتا راه ماشي فكره اللي هي ايجابيه. علاش عزيزه؟ راه شوف اي عمر شي حاجه ما كدار دو جوغ لوندومان. اليوم راه كاينين دي فورماسيون اللي كيداروا لي فام سورتو او نيفو دي بانك pour siéger dans le conseil d'administration. Ça t'allume. Quand tu vois ces مؤسسات الكبار كتلقاي بان مي كتشوفي ليغاليتي جونغ اللي كاينه تما، كتلقاي بان يقدروا يكونوا 90% 150% ما بعادش، ولكن مي كتوصلي كتشوفي الفئه علاش كنهضروا هي الفئه ديال الموظفين.
اللي كتلقى فيها العيالات اكثر من الرجال. من الرجال فوا كتطلع لي بوست ماناجيريو صافي كيولي لو فيلتر. هنا عنده علاقه مع الشركه والتدابير اللي كتاخذ الشركه باش تنمي داك التكوين ديال المراه وتوصلها لهذاك المناصب وتعطيها ثقه في النفس. سي سكون ابل لو ليدرشيب فيمينا. حنا اليوم ملي كنديروا لا فورماسيون التكوين ديال لو ليدرشيب فيمينا في لي زونتربريز باش نفيقوا هذوك النساء بان راه الكفاءه ديالك التقنيه ما كافياش باش تولجي لواحد المرحله ديال تسير وتكوني. خصك تخدمي على نفسك وعلى طون ليدرشيب. والمراه مؤهله لان لو ليدرشيب اللي عند المراه فرضاته اليوم ناتشورال. وهادشي اللي محتاجينه اليوم لان المراه عندها واحد لو دوغري دونباتي اللي كيديباسي الراجل. وهادشي ماشي انا اللي تنقولو. عندها القدره بالاحساس بالاخر. واليوم احنا العامل البشري كنا كنهضروا عليه قبيله هو القوه ديال البلاد اليوم. الا ما خدمناش على العامل البشري ولا ما خدمناش على الانسان ولا ما فهمناش الانسان ولا ما حفزناش الانسان كلشي من الانسان دونك الا هاد لو بوتونسييل عندها ولكن كيفاش توظفوا وباش يمكن لها تسقلوا وكيفاش تخليه في واحد الاطار اللي هو بروفيسيونيل. محتاجه انها تكون عندها تكوينات. محتاجه نشجعوها. محتاجه نقولوا لها ايه طلعي لهاد لو بوست غلطي ماشي مشكل. علاش حاطه راسك واحد هذا ما يخليناش نساو حتى مبدا الاستحقاق. يعني لو فات انه يكون كوتا ويكون هذا الدفع مثلا بالنساء لهاد المراكز وهذا ما غيكونش فقط بور ليماج ديال كاينه لا باريتي وحيت عدد النساء. هنا بالعكس هنا تنتكلموا على انه تفتح المجال لمن يستحق كيف مل بالنسبه للرجال. واحد الراجل مثلا عنده كفاءه معينه باش يكون في واحد المنصب معين فهو يستحق ذلك. كذلك ومثال بالنسبه للمراه ملي تكون عندها كفاءه معينه انها تكون في واحد المنصب معين تستحق ذلك. ما تكونش عوائق بسبب الجنس لانها امراه ولان عندها وليدات ولانها غادي تضطر مثلا انها تغيب واحد النهار باش تكون مع وليداتها الى غير ذلك. هي مبدا الاستحقاق بدون بغض النظر على الجنس. سي سا هذا هو لا جوستيس يعني ديال يكون عدل مثلا بالنسبه للجوج. باش يكون عدل خصني يكون قبلت جوج الناس كي سون ايكيفالون تماما. وباش يكونوا ايكيفالون بوغ موا خاص هذاك المايند سيت اللي كنهضروا عليه اللي خصو يكون عند المراه يكون عندها واحد القدره على انها السافيرم انها كاينه ماشي اري ايزيتانت ماشي شي وحده اللي عاد كتقلب على راسها وكتبحث على راسها. دونك لا نوبيش لوطخ. انا اش قلت القبيله التحفيز اللي خصو ديروا الشركات بالنسبه للرجال اللي هما خدامين مع العيالات وبالنسبه للتاطير اللي هو نورمالمون هو اللي كيكون الناس وكيدير واحد كومون دي واحد المسار واحد المسار ديال اللي تيغلطوا في الشركه وتيغلطوا والراجل تيغلط ماشي مشكل. عنده بالنسبه لي شي حاجه طبيعيه. المراه اون بلوس دو لا ريسبونسابيلتي اللي عندها خصها تعطي واحد ليماج اللي هي كثيره وكتخدم اكثر من الجهد ديالها. داكشي علاش شحال من مراه كتنازل على وظائف ديال التسيير كتقول لك لا انا ما يمكن ليش. كاين الجانب الاخر اللي هو جانب العائله تماماً. وتفكير العائله ان المراه خصها تدخل مع الخمسه ديال العشيه لان الاولاد كيدخلوا مع الخمسه ديال العشيه والراجل يمكن له يدخل حتى ل 8 يعني سواء كانت عامله عاديه او لا منصب. ولكن حنا دابا ملي كنهضروا على لي ريسبونسابيلتي ماناجيريال باش المراه تولج لهاد لي ريسبونسابيلتي ماناجيريال قلنا خصها التكوين ديالها خصنا التحفيز ديالها خصنا نعطيوها المجال انها تغلط وتبدا ماشي مشكل. ولكن خص يكون عندها ان باك اب اوسي شيزيل يعني حتى داك لا مونتاليتي ديال العائله راه كتلقى هي الام ديالها تقول لها يا بنيتي شنو بغيتي من هذا الشيء صافي قريتي خدمتي راجلك راه تبارك الله اش بغيتي اكثر هذا الشيء اللي انت كديري غير زايد ماشي مشكل. المراه ليها ولادها وليها دارها. سي انتريسون يعني بون من خلال الناس هكذا اللي تيحكي وسيدات هكذا اللي مثلا تنعرفهم في المناصب هذه تتلقى ان سي فري كاين هذا النوع ديال المعاناه. بعض المرات كنتسائل هو ما يمكنش عاوتاني انت في هذا المنصب هذا وتتفكري بحال هكذا. هي واحد الفكره اللي كترافق تقريبا كل النساء جوستومون خاص واحد العمل على 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 الذات. يعني ما نلوموش دائما المحيط لان فعلا بعض المرات في بعض الاماكن المحيط ملي كتكون الكفاءه اللي هي ثابته واللي هي واضحه راه عزيزه انا كتعرفيني كتبرز فيها الانسان يبداها من نفسه. نعم إيه؟ كتبرز فيها غير هي حنا غادي نتمكنوا من هذه الاشياء هذه باش نزيدوا نتكلموا على هذا الموضوع هذا لانه مهم جدا وكل سنه تنرجعوا ليه وتنقلبوا على مكامن الضعف باش ما نبقاوش غير في شعارات الرنانه. وحنا لا المراه خصها توصل باستحقاق وبكفاءه وتاخذ داك الشيء اللي كتستحق يعني من خلال لا فورماسيون ديالها وهذا هو الهدف طبعا. دونك العشيه ان شاء الله غادي نزيدو نتكلموا على هذا الموضوع هذا معك سناء اسقاط. مرحبا. ومعكم كذلك مستمعينا المشاهدين اللي غادي نوليو مستمعين بعد لحظات من 2:30 حتى ل 4 مباشره على امواج راديو دزام. شكرا لكم والى اللقاء.